اجتماع ديال المنخرطين بطبيعه الحال في ظل الاوضاع اللي كتعرفها نادي الرجاء الرياضي. وهذا الاجتماع كان من اجل تدارس هذه الاوضاع، وهذا الاجتماع كان الشعار ديالو هو التغيير بطبيعه الحال، ان الاتجاه ديال الاجتماع ديال المنخرطين كان في نفس الاتجاه ديال جماهير الرجاء الرياضي، وكانت نفس النقاط التي تدارسها اللي طالبت بها الاطراء هي اللي كانت محور الاجتماع ديال 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 المنخرطين، وبالتالي مشينا في نفس الاتجاه وفي نفس المطالب ديال جماهير الرجاء الرياضي. وبالتالي كان هناك محورين اساسيين اللي تم المناقشه ديالهم وتم الاتفاق عليهم مع الاخوه المنخرطين. اولا جمع عام استثنائي اللي غادي تشكل عليه واحد اللجنه مؤقته اللي غادي توجد الجمع العام العادي، هذا كمقترح. ومقترح اخر استمرار الرئيس الحالي مع تطعيم المكتب بفعاليات جديده وبدماء جديده اللي يمكن لها تجيب الاضافه للرجاء الرياضي، واللي يمكن لها تجيب حتى اعانه ماديه للرجاء الرياضي. كانوا هادو هما المقترحين. وبعد ذلك تم تشكيل واحد اللجنه من المنخرطين اللي غادي تتواصل مع باقي المنخرطين اللي ما حضروش لهذا الاجتماع هذا، قصد تدارس هذه النقاط هذه التي اتفق عليها المنخرطين اللي مشات في نفس الاتجاه ديال الجماهير ديال الرجاء الرياضي. هذه النقاط هذه من بعد ما غادي يتفقوا عليها المنخرطين كاملين اللي ما حضروش، اللي غادي نتواصلوا معاهم على اساس انهم يكونوا حتى هما كذلك على علم ودرايه بما تم الاتفاق عليه. وقلت لكم ان الشعار ديال هذا الاجتماع كان هو التغيير، وكذلك التغيير الى الافضل. دونك هذه النقطه هذه سيتم تداولها مع عرضها على الرئيس، وعند ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب. المدرب كما تعرفون جميعا قدم استقالته، وبالتالي كانت اشاره لهذه المساله دي على انه قدم استقالته. دونك هذه مساله محسوم فيها المدرب، مشى خد الاستقاله ديالو اللي كان مطروح امامنا بحده، وهو المستقبل الرياضي والمستقبل المالي ديال نادي الرجاء الرياضي هو اللي حاولنا ان نحسموا فيه بهذه القرارين هذه. وكذلك كانت المطالب ديال الجماهير الرياضيه حاضره بقوه، واللي حاولنا ان ناخذها بعين الاعتبار اثناء اتخاذنا لهذا القرارين الاثنين ديال دائما الرئيس هو كيمشي مع الاغلبيه، مع الناس، مع المطالب ديال الاغلبيه. والرئيس ما الرئيس ابدا على ما اظن ان الرئيس غادي يدرس هاد القرارين اللي خرجنا بهم، غادي يدرسهم وغادي يتخذ القرار المناسب.